اوعى الغرور يركبك، الدنيا ملهاش امان. تدي لك سرير من الذهب وتدي لك لحاف من المرجان. لا تعالى اقعد هنا. اقعد هنا ليه؟ من هقعد جنبك. لا اقعد هنا. عايز اطلع معاك في الكاميرا. لا انا الاول. انت الاول ليه؟ ده اميل انا. لا اميل كان ده. تعالى اقعد هنا. انا قاعد معاك. تعالى اقعد هنا. تعالى هنا. قالت لي المذيعة تقعد معاك. لا تعالى اقعد هنا. اساليها. تعالى اقعد هنا. اساليها. تعالى اقعد هنا. ده اميل انا يا تيتا. لا ميلك انت. تعالى اقعد هنا. خلاص ماشي. بس هو لا انا الاول. يا تيتا فيها هطلع. لا صورني الاول. تعالى انت. هي قالت لك ايه؟ اساليها. تعالى. اساليها. تعالى اقعد هنا. اساليها. تعالى. اميل عايز اتشهر معاك. انت وامي. لا. ولا تيتا اي حاجه؟ اه يلا. معلش. تعالى. خلاص. قوم يا شادية. ايه اساليها ايه والله؟ يلا قوم. والله اساليها هتقول. قوم. مش انا ممكن اقعد معاها؟ خلاص خليها قاعد معانا يا تيتا. قوم بقى. خلاص قالت لك ايه؟ مزمزيره قالت لك. عشان خاطرها بس. عشان خاطر المزمزيره. عشان خاطرها هي. مساء الخير على كل مشاهدي جريده الوطن. احنا دلوقتي معانا تيتا كريمه الشهيره بالتيتا الفرفوشه. قاعده البلوجر على التيك توك وحفيدها شادي محمود. اهلا بيكم. اهلا بيكي. بدات ازاي فيديوهات على التيك توك؟ عرفتي اصلا التيك توك ده ازاي؟ اما لقيت شادي قاعد كده رحت قلت له رحاب ولا امك يا شادي؟ رحاب ولا امك؟ رحاب طبعا يا تيتا. اه ده افهم الفيلم يعني. اه وبعدين ايه اللي وبعدين بقى قعدنا بقى ندردش تاني اللي يجي على لساننا نكلمه نقول امثال نقول بس من هنا شهرنا. اه شهرنا بعد كده. اتمنى عبالي يا رب ما اجيب المليون. مليون ايه؟ نفسك تجيبي مليون فيو؟ مش اه ورضا ربنا عليا وحب الناس ليا احسن حاجه. دي افكار الفيديوهات بقى انت بتعملوها ازاي ولا مين اللي بيعملها؟ مين اللي بيجيب الفكره؟ انا شادي اللي بيجيبه. شادي بيجيبه وانا برد عليه. بعمل بقى معاه الفيديو. نصور الاول الفيديو مثلا بقول لها نقعد بنعمل عندها في الشقه. جايب الرينج لايت والقماش وكده بنقعد بقى انا اقول لها مثلا الكلام واصور بقى ولو في كومنت سلبي كومنت ايجابي بنرد عليه كده. تمام. بقالكوا قد ايه بقى بتعملوا الفيديوهات دي؟ سنتين بنصور. اول حاجه كنت انا بطلع لوحدي ف جه مره كنت قاعد عندها في البيت فجاء فيديو بتاع امك ورحاب يا طه. فقلت لي بس تعالى نعمله. عملناه لقيت مثلا الفيديو كان اول مره فيديو يجيب لي 100,000 مشاهده. ساعتها بقى كنت فرحان ازاي فيديو جاب لي كده. بعدين بقى عملنا بتاع ايه عبله كامل بتاع ايه؟ يخسي يخسي بتاع يختي يختي يختي. وبقى بدري كده اتعرفنا بقى بتيتا الفرفوشه. بقى اي حد يشوف يقول لها دي تيتا الفرفوشه بتاعت التيك توك. ايه حوار تيتا الفرفوشه دي يا تيتا؟ اهو كله بقى كله بيحبني وبره يكلموني وكويت والسعوديه وامارات والاردن كله بيكلموني. بس تيتا كريمه. بس هم عارفين ان انا تيتا كريم. تيتا كريمه مش تيتا الفرفوشه. فرفوشه ايه؟ انت مش فرفوشه. لا واحفادي بيقولوا لي تيتا الفرفوشه. ممكن. انت ايه مش حبيبها برضه ولا ايه؟ اصل انا جيت اشهر نفسي شهرتها هي وما شهرتش نفسي. طب اعمل ايه؟ ما انا حبيت اشهرك. انا جيت معاك انت عشان اشهرك. وانا اتشهرت؟ وانا مش ده بامر ربنا بقى باذن. انت اللي اتشهرت باذن ربنا. محدش يعرفني باذن ربنا. وكل واحد بيقول لي دي تيتا هي اللي طلعتك. تيتا هي اللي طلعتك. من رضا ربنا عليا. بس انا اللي عملتك. وحب الناس فيا. بس انا اللي عملتك. طب انت اللي عملت لي وانا جيت اعملك انت اللي عملت لي. شفتي بقى. يعني ايه احكي لنا بقى حكايه البدايه دي؟ يعني انت ازاي اشتهرتي اصلا؟ ما يعني هو قالوا لي انت بتقلدي ماما سناء. قلت لهم انا بقلد ست محترمه وكويسه الله يرحمها. انا بقلد ست محترمه كويسه. انا ما بقلدش حد وحش. وبعدين ماما سناء يعني ماما سناء الله يرحمها اول ما عملنا الفيديو دوت اللي هو بتاع ماما سناء اللي هم حد كان مكتب لنا في الكومنتات بتاع ماما سناء. عملنا الفيديو قلنا ماما سناء ست محترمه الله يرحمها وكان الناس كلها بتحبها. اللي عايز يتفرج عليا يتفرج. فانا فعلا يا ريت تيتي تيتا تاخد المحبه بتاعت ماما سناء اللي الناس كلها كانت بتحبها. يا رب. حتى حمو رب. حمو حمو شاكر واسمه ده شادي شاكر دخلوا على الفيديو على اللي قلنا قال لها ربنا يخليكي لينا يا امي وكانوا متفاعلين معانا يعني. وكانوا عايزين ساعتها يقابلونا. ايه حكايه بقى ان انت جيت تشتهر فشهرتها هي؟ انا بقى جيت انا قلت ايه؟ كل واحد كان بيطلع بقى مثلا بعيل صغير بتاع فجت الفكره ان اطلع انا وجدتي وكانش لسه في حدش عمل الفكره بتاعت هو وجدته. بس طلعت الاول كنت انا بقلب فجاء الفيديو اللي هو بتاع امك ولا رحاب يا طه. فهي اول ما شفته قلت لها هعمله انا وانت. عملته الفيديو جاب لي 100,000 مشاهده وضرب والناس كلها حبته وبنحب الكتيتا وبتاع. بعد كده بقى بنعمل فيديوهات ثانيه مثلا اجيب اغنيه اجيب حاجه فطلع بقى هنا الكومنتات السلبيه. والله يا تيتا احنا بنحبك انت وشك سامع. قلت لهم من رضا ربنا عليا حب الناس ليا ويكترهم يا رب عايزاهم ولا يبقوا مليون وزياده. بس جت بقى ساعتها عملنا فيديو فلقيت بقى الكومنتات السلبيه. كانت تيتا لابسه جلابيه خضراء فلابسه فوقيها انا لبستها ما كانش في جوانتي.
فلبستها شراب. لبستها شراب في دي. قعدوا بقى كومنتات تلبس شراب مش عارف مش عارفه ده شراب ولا جوانتي ولا ايه الشراب مثل ما بتلبسي هنا بتلبس في الرجل. فبقى كل بقى الكومنتات بدات تيجي من احنا عاملين عشان الناس يعني نضحك. انا بلبسك شراب في ايدك عادي واحنا نضحك الناس شويه. احنا مش بناخد انا قلت هتعذب احنا ما بناخدش من تيك توك فلوس ولا حاجه ما بناخدش منه فلوس. قلنا بقى تعدي فرد بقى كومنت سلبي قال لنا سنك قد ايه بنفرح الناس فيها. يعني بنفرح الناس بنضحكهم. طب اللي قال لك سنك قد ايه ده قلت له ايه؟ قلت له 20. انت عندك 20 سنه؟ انا عندي عندها 68. لا 20 68 لا انا اللي عندي 20. القلب قلب شباب قلب انا عندي مزوزين 22 سنه. بس فردت بقى قالت له فيها ايه حتى لو سنك انا عندي 500 سنه. الله بس الناس كلها بتحبني. الناس كلها بتحبني والله صغيرين وكبار كلهم بيحبوني واللي ما بيحبونيش بالسلام. في تعليقات سلبيه بقى بتجيلك يا تيتا؟ زي ايه مثلا؟ يعني انت كبيره انت بتعملي كده ليه مش عارفه؟ اللي متغاظ مني يحمل زيي. الله ما تتفرجوش عليا. تعالوا وانا اعمله وانا اعمل قدامكم. هيوديهم يا تيتا. تعالوا وانا اعمل قدامكم. انت كنت عامله في فيديو ماسكه فيه قرن فلفل. قرن شطه ده. انا زي الفلفل حامي. ادي بتكلمي مثلا الناس اللي بتقول لي تعليقات سلبيه كده يعني؟ بكلمهم وبرد عليهم كلهم بكلمهم. خلي بالك يا تيتا ما تحبش ممكن ما تردش على اي كومنت ايجابي. يعني اي كومنت حلو ما تردش عليه. تردي بس على الكومنتات السلبيه عشان تعرفوا من اللي لو الفيديو ده نزل ناس كتير هيكتبوا لك كومنتات حلوه الناس كلها هتشجعها. ايوه. قولي بقى علاقتك بقى مع الناس وجمهورك ايه؟ كويس كلهم بيحبوني كلهم بيحبوني. لحد امبارح وانا بعمل فيديو ايه اللي حصل؟ والله انت وشك سمح احنا بنحبك بنحبك يا تيتا قوي. انت شبه تيتا بتفكر. انت شبه ماما انت شبه تيتا. يخش على ال والله بيقولوا لي ما تسيبيش لا احنا عايزينك. يا تيتا ما تسيبيش تيك توك والمشاهير بيخش تكتب لنا كومنتات امل وحليم. انا ما اقعد اقول لهم انا لا خلاص بقى هسيب تيك توك. سلام يا تيك توك. سلام يا تيك توك. لا انا معاكم على قلبكم. ده بعينكم. ده بعينكم لما اسيب التيك توك. انت عرفتي بقى التيك توك ده ازاي؟ ليكي اصلا علاقه بالسوشيال ميديا؟ تعرفي بقى عندك فيسبوك وكده؟ لا والله انا من حفيدي. من شادي. انا ما اول حاجه اللي انا عملتها. ما عندكيش بقى فيسبوك ولا انستجرام؟ لا لا انا عندي الانستجرام بتاعي بنزل بقى عليه الفيديوهات بتاعتي انا وهي. ده اللي هو بتاعنا وهي. لا مخصص انت. لا ملهاش بقى في الفيسبوك ولا الانستجرام؟ لا ملهاش. ولا تعرفي تطلعي مثلا فيديو على التيك توك لوحدك ولا؟ لا ولا اعرف خالص. ده هي عايزه تتعلم. هي بتقول لي هات لي موبايل علشان خاطر بقى نفتح التيك توك واشوف الناس اللي بيحبوني. مش هستناك لما انت تجي. ما هي خلاص خدت الاول الايميل. والله ما استغنى عنه عمري ما استغناش عنه ابدا. الا شادي. كلمينا طبعا علاقتك باحفادك يا تيتا. عندك كام حفيد؟ عندي شادي واهاب وعند احمد وفرح ونهله وعندي احمد وجنى بس. ايه بقى علاقتك معاهم ايه؟ جميله بحبهم كلهم بيحبوني وانا بحبهم كلهم. بحبك تلم الاحفاد كلها وأحب الم ولادي كلهم كده مع بعضهم. احب واللمه كلها ولادي كلهم يجمعوا مع بعض. بيشجعوكي بقى تعملي فيديوهات على التيك توك وكده؟ بس مشجعني بس متغاظين مني. يعني عند احمد ابن خالي يجي بقى يقول لي انا عايز اعمل معاكي تيك توك. قلت له لا انا ما اعملش غير مع شادي بس. الناس في الشارع بقى بيحبوا يتصوروا معاكي يا تيتا وكده؟ هو بيشوفوني وانا اقول لهم ده واحده غيري شبهي. ليه كده؟ تتكسف. ده بقى هيتصور وده عايز يتصور وكله بقى في الشارع بيبقوا عايزين يتصوروا معاكي. بيقولوا لك ايه؟ بيقول لك انت تيتا اللي معاكي حفيدك. بيقولوا لي انت تيتا اللي معاكي حفيدك. هم مسمينا فرفوشه ايه؟ فرفوشه التيك توك. مسمينا على الايميل كده والناس كلها بيقول لك فرفوشه التيك توك. احمد الصغير اللي عنده 3 سنين طلعني عند تيتا الفرفوشه. بس انت فرفوشه يا تيتا وليه لابسه؟ انا فرفوشه وبضحك وكل حاجه. ليه لابسه اسود؟ ليه لابسه اسود؟ لا انا لابسه انا كده يعني بلبس مقامي وعندي الالوان وعندي كل حاجه عندي جميع يعني هقول لك برضه تحت لابي تلاقيه مليان كل حاجه. انا عايز اتكلم في خصوص ديت برضه. في ناس يروح على الكومنتات اللي بتطلعي على طول بنفس الطقم بنفس البتاع. لا ما فكروش ان انا عندي طقم واحد. هي بتبقى لابسه مثلا بتبقى لابسه يعني عبايه او حاجه وروح لابسه ده عليك. فبتلبس ده عليه الاسود يعني كده اروح لابسه ده عليه. انت بتحبي اللون الاسود يعني ولا انت شايفاه وقار؟ لا حلو. ما الناس كلها بتلبس اسود مش انا بس. مش على طول يعني مش كل يوم؟ لا مش كل يوم. عندي الاخضر وعندي الاحمر وعندي بس جميع الالوان.
هو اللي عارف اهو دولابي. انا اللي عارف كل حاجه في دولاب. يعني عايزين نفهم الناس ان اصلا قدام الكاميرا بنبقى حاجه ورا الكاميرا ممكن نبقى حاجه تانية. اه ورا الكاميرا يعني في حاجات أنا ما بتسالش. ممكن في جيران قالوا لنا ما تطلعش معاك تيك توك، قرايب ما تطلعش معاك تيك توك. بس هي بتحب التيك توك. بس حتى الاول كنا بنعمل على اغاني يعني كده. انا بعمل معاكي وخايفه هم يقولوا انا بس ايه ده اللي بعمله. بس احنا بطلنا نعمل على اغاني. حتى دلوقتي بتطلع مثلا تيتا بتقول امثال، بتقول مثلا نصايح مثلا للناس على التيك توك، بتعرفهم اللي مثلا لسه الدنيا بخير بتاعها. حتى لسه بقولها لما بنشوفك بنحس ان احنا الدنيا لسه بخير الحمد لله. انت بقى بتحبي الافلام وافيهات الافلام بقى تيتا وكده؟ اه بتحبي ايه من افيهات الافلام؟ بحب طبعا كنت عامله كامل، وبحب اللي هو بتاع امك ولا الحبيبه. اه وفيلم اسماعيل ياسين الاخر، وبحب اللهم صل على النبي ومنى الشاذلي، وبحب سعاد يونس. بتحبي بقى سعاد يونس؟ اللي بحبها عشان بيقدموا لها الحاجات كلها وبتدوق بقى. انت هتروح عشان خاطر الاكل بس؟ لا والله مش عشان الاكل، انا هي خفيفه. وبحب عمرو الليسه عشان لا تعمل دايت كمان. الدكتور صحيح الدكتور قال لي اعملي دايت. اه وبيحب وعمرو الليسي عشان بيحمل خير كتير. عملت دايت؟ نفسك تقابلي يعني الناس دي؟ نفسي اقابل الناس واكلمهم واقعد معاهم. نفسك قصدي تقابلي عمرو الليسي و اه نفسك بقى تحققي ايه تاني بقى في حياتك يا تيتا؟ احقق بقى دي بقى بتاعت ربنا. لو اتفتحت طاقه القدر هطلع حجه ان شاء الله. انا عملت عمرتين ونفسي بقى اعمل حجه كبيره بقى لو ربنا كتبها لي. كلمنا عن علاقتك بتيتا عامله ازاي يا شادي؟ انا تيتا هي اللي مربياني. يعني انا تيتا هي اللي مربياني من صغري انا واخويا. يعني حنس الدنيا عليا يا شادي، ده مش قادره اقول لك، مش قادره مش قادره اوصف لك. لو شادي اتجوز يمكن عايزه اقعد تنوري تقعدي معايا بس. انا عامل لها كده اوضه كدهوت بتاعت تيتا عشان هي اللي مربياني وهي اللي كل حاجه. يعني اي حاجه اصلا ممكن اتكسف اقولها لماما اقولها لتيتا. او في ممثل في احمد فهمي، استاذ احمد فهمي رحت له الفيلا، كان هو بيحب تيتا ورحنا له الفيلا. انا رحت له الفيلا عشان تيتا ما بتقدرش تمشي، وصورت معاه تيك توك. وبعدين تاني يوم استاذ كريم فهمي كلمنا ورحنا له برده، رحت له برده الفيلا بتاعته وعملت معاه تيك توك. وممثلين كتير مليان ست حطت لتيتا الفيديو بتاعها على الانستجرام، ويارا محمود يارا محمد وامينه. وتقول لي ايه طب تيتا يا شادي؟ اقول لها ربنا يخليكي ليا واقدر افرحك كذا ما بتفرحيني، وتشيلي انا شويه برده انت يا رب. يا رب افرح بيك وافرح باهاب يا رب وعرسان يا رب وافرح بيك يا تيتا، وافرح بعروسك بعروستك وافرح بعروسه اهاب، واشوفك كده ان شاء الله كده في الحج ان شاء الله يا رب.